عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم بهذه التغطية اللي تخص بطولة خليجي 25 خليجي البصرة. هذا العرس الخليجي الذي طالما انتظره العراقيين لسنوات طويلة. هذا العرس الذي حينما اتى ادخل البهجة والسرور لدى العراقيين، وبالتالي اليوم نشاهد ايضا حتى تطورات بالبنى التحتية اللي جاي تشهدها البصرة بالوقت الحالي. هذا دل على شيء، يدل على انه الرياضة تعمل وتنجح بعديد من الامور قد فشلت بها السياسة، منها تحسين العلاقات الدولية وباقي الأشياء. هنا البصرة للجميع وللخليج أيضا، وأن اتسعت احتواها القلب، فابصروا مدينة الرب التي تحرسها الأنهار. راح يكونوا لنا اليوم ضيفي بهذه التغطية الصحفي المصري الأستاذ العوضي النمري. مرحبا بك. أهلا بك وتشرفت بتواجدي معكم، إن شاء الله نستمتع ببطولة مميزة على أرض البصرة الحبيبة. الله يسلمك. وبالتالي الصحفي والكاتب الأستاذ حسين الذكر، مرحبا بك أستاذ حسين. حياك الله، تحياتي لك زميلي، والتحية لمشاهديكم الكرام، والتحية إلى ضيفنا العزيز الأستاذ العوض النمر. مرحبا أستاذ. بداية نبدأ أنه نجي بالامور التنظيميه، ندخل قبل أن ندخل بالاشياء الفنيه، انه اليوم البصره زيارتك الاولى لها. نعم، هذه الزياره الاولى، الزياره الاولى للعراق كمان بشكل عام. الاول اللي شفته بالبصره، الوهله الاولى وانت دخلت المطار ودخلت بالطريق وصولا الى الفندق، شنو كان الاحساس اللي راودك، الصوره الذهنيه اللي؟ والحقيقه انا في زيارتي الاولى للعراق بشكل عام والبصره طبعا على وجه الخصوص، اتفاجئت بحفاوة الاستقبال منذ أن وطأت قدماي أرض مطار البصرة. استقبال رائع، تنظيم جيد، سهولة في الإجراءات، احنا ما خدناش وقت كتير لغاية ما خرجنا برا المطار. ده بيدل على حسن التنظيم، كرم الضيافة، حفاوة الاستقبال. وصولا بقى لما جينا للفندق وشفنا الترتيبات المعدة لاستقبال الإعلاميين والترتيبات المعدة لنقل الإعلاميين من مقر إقامتهم في الفندق إلى أماكن التدريب، وإن شاء الله الأمور بتتواصل مع حفل الافتتاح. الحقيقة الأمور ميسرة وسلسة وكرم ضيافة فوق ما كنت أتصور. شكرا لأهل العراق، شكرا للبصره، شكرا للجنه المنظمه على البطوله. الله يسلمك استاذ حسين. طبعا اعتقد انه الكرم العراقي وحفاوه الاستقبال لربما راح تغطي على افتتاحيه البطوله، لان جاي يشوف الجماهير، جاي يشوف الواجدين اللي موجودين هنا بالعراق. اول انطباع ودائما الحكايه الاول ما يحكوها بها انه الكرم العراقي، فهذا دل على شيء، دل على اصاله العراقيين. هو بصراحة العراقيين هم عرب، والعرب مشهورين بالكرم، يعني منذ آلاف السنين يتميزون على بقية القوميات والحضارات بكرمهم. فضلا عن ذلك، يعني مدينة البصرة بها ميزة كبيرة، وهي أنها مدينة الحضارة، الحضارة التي علمت البشرية القراءة والكتابة، والتي انبثقت منذ فجر التاريخ في بلاد الرافدين ومن البصرة والناصرية، وهذه العمارة والكوت وهذه منطقة جنوب العراق تحديدا. فبذلك هذه الميزة هي التي تجعلها ربما نسخة استثنائية. فضلا عن ذلك، المد الجماهيري والزخم الجماهيري الذي تتحضر فيه هذه البطولة مما يؤهلها أن تحوز لقب الاستثنائية بشكل مباشر. اعتقد يعني الجماهير العراقيه والجماهير العربيه، احنا خلال البطولات الخليجيه السابقه حينما كنا نزور العواصم الخليجيه كنا نسمع هنالك شوق من الاخوه الزملاء العرب، جماهير واعلاميين وصحفيين ومسؤولين واداريين تواقين لزياره العراق بعد سنوات طويله، ربما خمسه عقود مرت العراق، كان يعني حروب وحصار وإرهاب والكثير من الشرور التي نتمنى أن يحمي الله مدينة البصرة والعراق منها وبقية إخواننا العرب. وبالتالي هذه البطولة إن لم تكن هنالك توافق سياسي عالي لا يمكن أن تقام هذه البطولة. أنا أحكي على هذا التوافق السياسي، اليوم هي البطولة دائما كانت ما
حينما يقرر للعراق سابقا بان يستضيف بطوله الخليج دائما ما كان هناك، حينما يقترب الوقت يتم تاجيل البطوله بالعديد من الاسباب واولها اعتقد كان الجانب الامني. هذا الموضوع اليوم ودعم الخليجيين جاي نشوفهم اليوم، حتى ايضا الفنيين وكذلك الاداريين، يعني كل واحد جاي للبصره مو فقط للمشاركه والمنافسه بقدر ما جايين ندعم الملف الخليجي بالعراق. نعم، انا اعتقد انه البطوله لا يمكن ان تقام الا بتوافق سياسي عالي المستوى. نعم. وبالتالي هذا التوافق يدل على انه الرياضه اصبحت اداه سياسيه تنفيذيه، بمعنى انه قد بلغت الامور السياسيه مكانه مستقره واصبح الواقع العراقي مقبولا وتقليديا وطبيعيا من نواحي عديده بالنسبه الى الاخوان القاده العرب الاخرين، مما يمثل الارضيه بأن يثبت بأن الرياضة فعلا هي بوابة للانطلاق لحلحلة الأمور للملفات للانفتاح للتعاون المشترك للثقافات. نحن على أعتاب مرحلة جديدة بالنسبة للعراق مع جيرانه ومع أشقائه ومع المحيط العربي والمحيط الدولي. قد يتساءل البعض ما علاقتنا حينما نقول أن نحن مقبلين يوم غد على كرنفال يهم جميع العراقيين، ليس من الناحية الرمزية. قد يسألنا البعض وما انعكاس ذلك على العراقيين من ناحية الخدمات والأمن والتطور والرقي. أنا أقول هذه البطولة مجرد انطلاقها معناته هنالك توافق سياسي، وهذا التوافق السياسي يمهد للاستقرار والبناء إن شاء الله. أجعل هذا الموضوع أستاذ بالنسبة لأفريقي باعتبارك اليوم صحفي من مصر، أنا سمعت تصريح للحضر يقول كنت أتمنى ألعب لبطولة الخليج على المنافسة وعلى الفرق المشاركة. أنتوا اليوم كمصريين أيضا يعني أكو تقارب روحي بالنسبة خصوصا للعراقيين، ف يعني شلون تشوفون بطولة الخليج بالنسبة لكم؟ هو شوف زي ما الأستاذ حسين تفضل وقال إن بطولة الخليج ولدت من أجل توحيد الشعوب العربية، ومصر عربية بالمقام الأول تتبع قارة أفريقيا لكن هي عربية بالمقام الأول، ونحن نكن كل الحب والتقدير والعرفان للعراق وشعبه. احنا سعداء اللي احنا بنيجي ونغطي، صحيح احنا اعلاميين وجايين نغطي حدث رياضي، ولكن سعادتنا من الداخل بتواجدنا في ارض الرافدين سعادة لا توصف ابدا. واذا كان الحضر بيقول كان يتمنى، احنا كلنا بنعتبر اللي احنا شاركنا في بطولة الخليج حتى لو باقلامنا. فسعادتنا اليوم نقدر نقول لعبت الكاس، احنا لاعبين من زمان. احنا سعادتنا كبيرة لأن بطولة الخليج بتعود للحضن العراقي بعد غياب دام أكثر من 40 سنة. ده في حد ذاته حدث علينا جميعا نحتفل به، علينا جميعا نشارك إخواننا في العراق بهذا العرس الجميل. إن شاء الله أنا متفائل، البدايات مبشرة في الاستقبال والتنظيم والأمور اللوجستية، إن شاء الله بيكتمل العرس بالليلة الكبيرة في الافتتاح وبقيت أيام البطولة. نستمتع بتنظيم جيد، نستمتع بأداء راقي من المنتخبات المشاركة. وأعتقد اليوم في ظل دعم الحكومة بالنسبة للوافدين اللي موجودين اللي داخلين، الحكومة العراقية لغت تأشيرة فيزة الدخول، فأنت اليوم صادفك الموضوع أنه ما دخلت الفيزا للعراق؟ لا لا لا، انا داخل تأشيرة عادية جدا، قدمت جوازي، اتختم الدخول، خرجت من المطار عادي جدا. هذا القرار جاء من اجل يعني دعم البطولة جماهيريا. هو شوف انا شفت او قريت عدة حاجات عملتها اللجنة المنظمة والحكومة العراقية بشكل عام، سواء في الغاء التأشيرات، سواء في المواصلات بالمجان للجماهير الراغبة، في أمور كتيرة اللجنة المنظمة والحكومة العراقية ساهمت مع اللجنة المنظمة في توفير كل الدعم اللوجستي من أجل إنجاح البطولة. ومثل هذه الأمور قد تبدو بسيطة للمشاهدين أو للجماهير، ولكنها كبيرة، بتزيد رونق البطولة وبتزيد الإقبال على البطولة. يا أنا أول مرة أشوف نفاذ تذاكر الجولة الأولى للبطولة، يعني إذا كنا بنقول وضع طبيعي إن مباراة العراق والعمان تنفذ تذاكرها فور طرحها،
فمن غير الطبيعي اللي احنا نشوف ثلاث مباريات بتقام في الجولة الاولى وكل تذاكرها مباعة خلاف المباريات العراق. ده هذا نجاح في حد ذاته يحسب للجنة المنظمة ويحسب ايضا للجنة الاعلامية اللي متكاتفة من اجل الترويج لهذا الحدث. انا النهاردة اللي علي كاتب موضوع في جريدة البيان الاماراتية بقول اليوم حمى خليجي 25 تجتاح البصرة، وديت انطباعي عن المشهد اللي انا شفته. قد يكون من الطبيعي اللي انا اشوف مؤسسة حكومية بتروج للحدث، لكن من غير الطبيعي اللي انا اشوف محل صغير، ما اشوف مكان قطاع خاص، مؤسسة قطاع خاص، كله بيروج للبطولة، حتى المحل الصغير معلق يافطة فيها شعار البطولة واعلام الدول المشاركة. هذا تكاتف غير مسبوق، هذا تكاتف ده بيبرهن ان الكل متكاتف من اجل انجاح هذا الحدث، ومفيش احسن من كده. طيب حسين، يعني الكثير يعول على حضور الجماهير لغايه الان انه يعرفون الجميع، يعني عرفوا الجمهور العراقي شلون محب، بالاضافه الى ذلك هناك وقود قادمه وجماهير قادمه للبصره، يعني في ظل توفير اكثر من 40 فندق او 40 فندق في البصره و فتح المضايف اللي موجوده من عشائرنا الاصيله العراقيه، ما تعتقد انه هذا راح يولد ضغط او زخم بالنسبه للبصره؟ احنا العراقيين عندنا عادل، يعني عندنا اهم للمر حدث سنوي كل سنه طبيعي الا وهو زياره الاربعينيه. يعني خليني اربط ما بين ذكر زميلي العوضي عن الحب العربي وعن كذلك الحاله اللي سميتها بالبصره طبيعيه. يعني هذه التسهيلات اللي منحتها الحكومة العراقية للجماهير العربية هي ليس فقط من أجل الحضور وانجاح البطولة، هنالك بعد قومي وبعد سياسي وبعد اقتصادي وبعد دليل كرم. أولا دليل كرم العراقيين. أنا زرت عدد كبير من البلدان العربية في بطولات، لم أجد مثل هذه الإجراءات. هنالك إجراءات معقدة من أجل الحصول على الفيزا ومن أجل الحصول على التأشيرة ومن أجل الوصول، وبالتالي الأمور صعبة، لكن الآن الأمور سهلت كثيرا في هذا الجانب، وهذا دليل على الكرم العراقي. فضلا عن ذلك يعني وعي كل جزئية بالبطولة جاي ترجع يربط بها الكرم العراقي. نعم يعني خليني بس أتذكر هذا حتى لا تروح من بالي. فضلا عن ذلك هذا دليل على وعي القيادة السياسية العراقية واقترابها لدرجة مهمة كنا نطالب بها من زمن، بأن ضرورة أن يرتقي المسؤول إلى وعي أهمية الرياضة في عالم اليوم. الرياضة لم تعد مجرد لعب الصبيان، وإنما هي أصبحت يد ماسكة لجميع الملفات، لجميع الملفات الأمن والاقتصاد والرأي العام والإعلام والمال والتسويق والعلاقات الدولية وكل شيء. فيما يتعلق بالحب العربي، أنا أؤكد لك انه يعني لولا هذه الخطوط السايكوسبيكية اللعينة نحن أمة واحدة، ان أمتكم أمة واحدة. فالمشاعر العراقية حينما يلعب المنتخب العربية والعراقية حينما يلعب المنتخب المغربي وتشاهدون الاحتفالات في كل العواصم العربية، في كل العواصم العربية وفي بغداد والبصرة والمدن العراقية تحديدا، علما انه العراقي ممنوع ان يدخل المغرب، العراقي ممنوع أن يدخل المغرب، ولكن مع ذلك المشاعر العراقية والمشاعر العربية متبادلة وجياشة. حتى أنا متأكد حينما يلعب المنتخب العراقي الجمهور المصري والمغربي سيشجع المنتخب العراقي، لأن الدم واحد، النبض واحد، المصير واحد، وإن وضعت هذه الخطوط اللعينة. لكن جزئية من السؤال، شق من السؤال ما جاوبتنا عليه، قلت احتضان الجماهير. يعني اليوم العراقيين قادر، البصرة قادرة على احتضان هذا العدد الجماهيري؟ أوكي. هذا العدد وعشرة أضعاف العراق سيتمكن من إيواهم بأفضل إيواء، ليس مؤسساتيا ولا حكوميا، بل أهالي البصرة وكرم البصرة وبيوت، يعني احنا بيوت عشائر عربية، وبالتالي العشائر العربية احنا أصلا احنا عندنا يعني عشائرنا ما زالت الكثير منها تعتبر الضيف، إذا إجى عيب ينام بالفندق، معيب عليهم، هذا يجب أن يبات بالبيوت، يعني بالبيوت والمضائف العربية، وبالتالي يعني فلذلك يعني هذا يعتبر انتقاص منهم إذا ينام بالفندق.
فأنا متأكد إنه الكرم العراقي والبصراوي تحديدا، احنا لمسنا هذا بالشارع الآن حينما تطلع، يعني قبل كم يوم شربنا شاي من شاب صغير صراحة، لما بعدين سألنا قال من البصرة، قلنا له من بغداد، قال من بغداد واخذ فلوس من عندكم مستحيل، رجع الآن كيف العرب؟ نفس الشيء سائق التاكسي لما ركبنا تاكسي رفض، انتوا جايين للبطولة الخليج، رفض ياخذ فلوس. ده من الحته اللي انا قلت لك من شويه، ان هو تكاتف الجميع من الكبير للصغير من اجل انجاح هذا الحدث، وده نجاح في حد ذاته، ده نجاح ما تحصلوش في اي مكان، ان الكل حاسس ان دي بطولته، سواء التاكسي حاسس، البقال حاسس، بتاع الشاي حاسس ان دي خليجي 25 بتاعته، وبالتالي هو كل ضيوف خليجي 25 ضيوفه، وده مش غريب على اهل العراق. راح اشوف هذا الكلام كل اللي حكينا، انه انا شفت العراقيين هناك اللي موجودين بما فيهم عوائل وحتى كبار في السن رجال، انهم تلقون الضيف من اي مكان، حتى السيارات ذاتهم بيهم تشلبون بيهم بالدارج، تشلبون بيهم وما يصير وما تروح، ولازم تجي تقتل بيتنا، لازم تبات يمنا ومن هذا القبيل. فبالتالي احنا اليوم مقبلين على حدث، ويوم غد ان شاء الله هو يوم الافتتاح المنتظر من قبل جميع الجماهير العراقية طالما انتظرته كثيرا. خلي أدخل بجزئية بسيطة قبل لا أنتقل للموضوع الفني. إحنا العراقيين يعني بالعادة هذا الكرم، يعني مو فقط كرمنا اليوم أستاذ حسين بما أنه اليوم سفير، أيضا الثقافة الرياضية، البصرة هواي بيها أشياء غير الكرم بعد، بيها البصرة بيها تراث، بيها بدسات السيارات، بيها شناشيل، بيها العديد من الأمور، شفتوها لحد الآن، زرتوها. إحنا بنتمنى من الإخوة القائمين على اللجنة الإعلامية، بما أننا في معية اللجنة الإعلامية الآن، أن هم ينظمونا برامج نشوف بها البصرة حقيقية. وأنا بدوري عضت كلامي على أستاذ عوض، هي دعوة للجنة المنظمة الإعلامية لخليج 25، أنه يكون هناك في فترات الاستراحة يكون في برنامج خاص بالوافدين الموجودين الأوام الإعلاميين اللي موجودين والصحفيين، يكون لهم برنامج بجولات ناخذهم نشوفهم تراث البصرة، حضارة البصرة، البصرة القديمة، كورنيش البصرة والأماكن اللي موجودة. سالح حسين قبل تسألني، هذا البرنامج موجود ومعد، وهو مفاجأة وهدية من الأخوة في اتحاد كرة القدم ووزارة شباب الرياضة لزيارة الإخوان العرب. مش وقت يبدي إذا أنا أسحب بس كلامي، مش وقت يبدي. لا بأس التأكيد، لا ولسه إحنا لسه جايين أمس، لسه ما حقناش. لا قصد بما أن أستاذ حسين متأكد من هاي المعلومة، لأن الأستاذ حسين عنده مصادر عليا. يا إيش وقت جدول ان شاء الله ما اثناء البطوله، هسه احنا عندنا بكره وبعد بكره مباريات وبعدها الصراحه تبدا ان شاء الله تبدا البرامج. استاذ حسين تتفق وياي انه الرياضه سوت اللي ما سوته السياسه؟ يعني اليوم في حديث سابق جمعنا مع نائب محافظه البصره، عفوا الناطق الاعلامي باسم محافظه البصره، قال العديد من المشاريع متوقفه لم تصرف الاموال لها، لكن في بطولة الخليج تم منح هذه الأموال، ودل على ذلك لما نشاهد الكورنيش ونشاهد ملعب الميناء اكتمل بفترة قصيرة جدا. أغلب البصريين وكذلك العراقيين العام يعني مستبشرين فرحين، شوف الفرحة والابتسامة والأمل على وجهه، مع أنها هي بطولة كروية أسبوعين وتنتهي، ولكن هو أولا يعتقد بأنها تحدي، اثنين هو تعبير عن الذات والوجدان المفقود منذ سنوات طويلة، لأن هو مشتاق لأخوة العرب، هو يتمنى أن يأتوا العرب إليه وهو يذهب إلى العرب. لماذا معزول العراقي منذ 50 سنة تقريبا؟ لماذا معزول؟ وبالتالي هذا التعابير يجب أن يسمعها الأخ العرب والقائد العرب، لأن الوجدان العربي تواق إلى أن يحتضن أشقائه من بقية الأقطار العربية، وكذلك نحن أن نذهب إليهم. الكثير من الأمور بصراحة يعني هي تعبر بهذا الاتجاه، حد دمعة العين، يعني البصراويين يعتبرون تحدي، يعني تحدي لهم بضرورة النجاح، وفضلا عن ذلك يعتقدون بأن الرياضة أصبحت مفتاح لحلول كثير من الأزمات التي لا تحلها السياسة، وبالتالي يعني حتى العمراني الآن والخدمات الموجودة بالبصرة هي ليس فقط للبطولة وإنما ستبقى لمدينة البصرة، مدينة البنية الأساسية اللي أفرزتها البصرة، أصبحت أساس
سيتم الاستمرار عليكم. نعم. مثل تجربة قطر. شوف، هي البطولات خاصة بطولة الخليج، بطولة الخليج ساهمت بشكل كبير جدا في بناء البنية الأساسية المتكاملة لمعظم دول الخليج. انت لو ترجع للبدايات في السبعينات وانطلاقة البطولة، كان معظم دول الخليج امكانياتها الرياضية بسيطة جدا. شوف بعد 24 نسخة واحنا داخلين على النسخة 25، شوف البنية الأساسية في جميع دول الخليج بما فيها اليمن والعراق المنضمين للمجموعة الخليجية، لا تطورت البنية الأساسية الرياضية بشكل كبير. وأنا أضيف كمان، هي مش بنية أساسية رياضية، أنت لما تيجي تستضيف بطولة دي بتحسن المرافق العامة، بتحسن الطرق، بتحسن الكثير من لا أنا بتكلم على المدن المستضيف، بتحدث يعني كثير من الأمور المتعلقة بحياة الإنسان العادي أو المواطن العادي. كل ده بتفرزه مثل هذه البطولات. شوف التجربة القطرية، شوف التجربة القطرية في المونديال، اتبنت قطر من أول وجديد عشان بسبب المونديال. أنا في استادات ومدن في الإمارات اتطورت بشكل كبير بسبب استضافة البطولات. مثل هذه البطولات هي التي تطور البنية الأساسية للدولة والمدينة المستضيفة. صالح حسين، يوم غد الافتتاح والعراق بمواجهة المنتخب العماني، ويمكن ماكو لغاية الآن منتخب مرشح غير العراق باعتباره صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب البحرين على اعتباره بطل النسخة الماضية. حظوظ المنتخب العراقي خصوصا في تبديل المدربين وقيادة المدرب خيسوس كاسر. من وجهة نظري كمتابع، أنا أعتقد أن جميع الفرق لديها الحظوظ، جميع الفرق، حتى الفريق اليمني لديه الحظوظ في إحراز البطولة وخلق مفاجأة. كل الفرق لديها القدرة، لا يوجد فريق، لا توجد تذكرة محجوزة للتتويج من أي فريق آخر. حتى الفريق القطري الذي جاء بمنتخب يسمى مدعم بالشباب، أنا أعتقد هو جاء ليثبت جدارته ويحافظ على تصنيفه الدولي والآسيوي، ويحافظ على ويرد جزء من اعتباره الذي انفقد في بطولة كأس العالم الأخيرة، ويتهيأ إلى بطولة آسيا القادمة. الفريق السعودي يمتلك فريق جيد ويحاول أن يحافظ على الشباب، هم عناصر شابة، حتى العناصر الشابة قادر على التعويض وربما أكثر تحفيزا من اللاعب الأساسي الذي احترق في المباريات السابقة. عندك المنتخب الإماراتي فريق غائب عن الساعة منذ سنوات، وبالتالي يريد يظهر. المنتخب البحريني يريد يحافظ على يمكن الأعمار اللي كبيرة شبيتها بالمنتخب البحريني، عناصر الخبرة اللي أكثر. أغلب المنتخبات اللي مشاركة بما فيهم العراق كلها جاي تشترك بعناصر شباب. أغلب المنتخبات امتلكت عناصر شابة، حتى المنتخب العراقي، المنتخب العراقي لديه مزيج من الخبرة والشباب. نحن على في العراق على أعتاب مرحلة بناء منتخب جديد للكرة العراقية إن شاء الله، نتمنى أن يستعد بشكل جيد لخوض صفوف آسيا وتمكيننا لكأس العالم القادمة. المنتخب العراقي يتميز بميزة الأرض والجمهور، فضلا عن ذلك عن المجموعة، هذه المجموعة الخبرة والشباب التي أعتقد بأنها ستكون منافسة. وأتوقع أنه المباراة النهائية ربما ستجمع العراق وعمان مرة أخرى بعد الافتتاح، بالرغم من أني أقول أنه جميع الفرق مهيئة أن تحدث المفاجأة وتفوز بالبطولة. أستاذ العوض، يمكن بداية الحديث قبل لا ندخل الجو قلت أنه نهائي مبكر الافتتاح. نعم صحيح، أنا بقول أو بتوقع أو بأرشح أن المباراة الافتتاح تكون هي مباراة الختام. ليه؟ لأن رقم واحد، أولا كل المنتخبات، خلينا نتفق، كل المنتخبات بتجدد صفوفها، كل المنتخبات، وبالتالي ما فيش أفضلية لمنتخب على منتخب في هذه البطولة. في تحديث للصفوف، أنا بقول أن بطولة 25 هي بطولة الجيل الجديد من اللاعبين الشباب. منتخب العراق بيمتاز بنقطتين زي ما تفضل الأستاذ حسين، الأرض والجمهور. لما بتلعب قدام 60,000 متفرج في ملعب المدينة الرياضية، أعتقد دول بيحركوا بالصخر مش بيحركوا اللاعبين بس، وبالتالي ده دافع كبير للاعيبة المنتخب العراق إن هي تدافع عن قميص بلدها، تدافع عن فرصتها
اللي سنحت لها بعد سنوات طويلة من أجل إحراز اللقب في البطولة الأولى. العراق نظمت وفازت باللقب. البطولة الحالية اللي بتقام في العراق نأمل أن يكون في نصيب للعراق للفوز باللقب إن شاء الله. فوز ماخذين اللقب الرابع إن شاء الله. إن شاء الله. المنتخب عمان من المنتخبات الجيدة، احنا شفنا إعداده إعداد طيب. الفريق شفناه قدام منتخب ألمانيا اللي شارك في كأس العالم، فريق متطور. ما كناش عارفين نفرق مين ألمانيا ومين عمان في هذا اللقاء الودي. ده مؤشر ان هو بيقول لك ان احنا قدام منتخبين كبار، المنتخبين مهيئين او مهيئان للوصول للمباراة النهائية. قد يكون العرف بيقول ان كل المنتخبات مرشحة للفوز باللقب، ولكن في الجولة الاولى هو كل المنتخبات مرشحة، ولكن الجولة الاولى هتظهر لنا من المنتخب القادر يتأهل للدور الثاني او المربع الذهبي، ومن المنتخبات اللي ممكن تودع من الجولة الاولى او الجولة الثانية، ومن المنتخبات اللي ممكن تودع البطولة من الدور الاول. من الصعب اللي انت تقول ترشح منتخب بعينه دلوقتي. خلينا نشوف المنتخبات في الجولة الاولى، خلينا نأكد على فرصتها في الجولة الثانية. خلاص بنت الجولة الثانية بتبين الملامح طبعا، سواء للفرق المؤهلة او سواء للفرق اللي باين عليها ملامح البطولة المبكرة. لكن في كل الاحوال احنا واثقين ان احنا هنشوف مستوى راقي في مباراة الغد ما بين المنتخب العراقي وما بين المنتخب العماني واليمن والسعودية. واليمن والسعودية ايضا مش هتكون مباراة من طرف واحد زي ما الناس معتقدة، بالعكس المنتخب اليمني عامل معسكر ناجح في القاهرة، لعب حوالي 5 مباريات ودية، من أكثر المنتخبات اللي لعبت في المباريات ودية في فترة الإعداد. أنا بشوف أن البطولة الخليج في التوقيت الحالي هي محطة مهمة للاستعداد سواء لبطولة غرب آسيا المقبلة في مارس في الإمارات، أو نهائيات آسيا في قطر في نهاية السنة الحالية إن شاء الله. ومفيش أحسن من تلك المحطة لتكون إعداد قوي للمنتخبات المشاركة في البطولة. طيب حسين، يعني في ظل التخبطات اللي صارت اللي عاش المنتخب العراقي بالفترات السابقة من تصفيات كأس العالم وتبديل المدربين وغياب العديد من العناصر اللي موجودة في المنتخب الوطني، اليوم كاساس في تصريحه سمعته يمكن بالمؤتمر قال أنا ما راح ألعب بالطريقة الإسبانية لكن قريب عن الطريقة الإسبانية. برأيك شنو كان يلمح بهذا التصريح؟ يعني ليش مو مثل الطريقة الإسبانية؟ العراقيين ما قادرين شبابنا يطبقون الواجبات الإسبانية الأسلوب الإسباني؟ هو هنالك فوارق يعني كثيرة نفسية وثقافية وبدنية، لذلك ما قدر يعبر بهذه تحول دون التطبيق الرسمي او التطبيق يعني التطبيق الحرفي اذا جاز للمدرسه الاسبانيه، ولكن هو قريبا للمدرسه الاسبانيه، وبالتالي لانه اسباني مدرب وثقافه اسبانيه وهو يمتلك هذه الادوات، لكن هو يقول انا اتمنى ان يكون اللاعب العراقي ساعمل منه على ان يكون قادر على تطبيق افكاري التي هي قريبه من المدرسه الاسبانيه. هو اليوم بالمؤتمر الصحفي بصراحه يعني ابرق عدد من الرسائل، حتى بعض هذه الرسائل انا اكاد بالنسبه لي اعتبرها قلقه، يعني مقلقه لي كمتابع وكصحفي. مثلا قال انا لا تهم مني النتائج كثيرا، ولكن انا جئت من اجل بناء فريق. هو التصريح كله تحكي من الناحية يا مدرب يجي يستلم هو من الناحية يحكي هذا التصريح علي، هو من الناحية الاستراتيجية محق في ذلك. نعم. ولكن طالب الحاجة يعمى لا يرى إلا أداء حاجته. نعم. بلوغ حاجته. بس احنا من حق الطالب لا يرى إلا تطالب باللقب، لا تقبل غير ذلك. زين هو ما خاف بس مباراة واحدة دولية تجري فيه. نعم. كل الفرق لم تخض عدد مباريات ما عدا المنتخب اليمني ومدرب ذكر مدرب أنا. لكن اغلب اللاعبين بالفورمه مدرب جديد كل اللاعبين لا بالانديه كلهم بالانديه لاعبين بالفورمه بالانديه سواء اللي يلعبون محليا او بالسعوديه والبحرين ما لعبوش ماتشات إيه.
كل الفرق لم تلعب ماتش يعني مباريات كبيره. هذه وحده. اثنين قال انا سوف لا افكر يعني بكل البطوله، افكر مباراه محطه محطه، اخوض مباراه ومن افكر مباراه عمان، وحينما انتهي من مباراه عمان انتقل. يعني كذلك واقع. كذلك هذا واقع هسه واقع. كذلك تحدث انه منذ مباراه الوديه التجريبيه مع المنتخب الكويت الشقيق بلغ اللاعبين بضروره الاستمتاع وعدم الضغط، قدموا ما عندكم من اجل استمتعوا. استمتعوا. هو راد يخفف الضغط عنهم، فضلا عن ذلك هو يبرق بصوره غير مباشره على ان النتائج هي ليست المطلب النهائي، ولكن هذا لا يلغي بان المدرب العراقي سيسعى لتحقيق الفوز. هو شوف ما فيش مدرب في الدنيا يقول لك انا افوز باللقب، حتى مدرب منتخب الارجنتين ما قالش انا افوز باللقب، ولكن هي ساعات استراتيجيات للمدربين بيستخدموها في المؤتمرات الصحفيه، وما يقال في المؤتمرات الصحفيه ممكن يقال عكسه في الغرف المغلقه مع اللاعبين. هو يقول لك انا مش من المنافسين، انا من بفكر مباراه، ده استراتيجيه لتخفيف الضغوط على اللاعبين، لكن في غرفه الملابس وفي التمرين لا، كلامه مختلف مع اللاعبين. احنا شفنا النهارده انا وانت والاستاذ حسين وكلنا بنرشح مين للقب رقم واحد، المنتخب العماني. منتخب العماني النهارده او المدرب العماني اليوم بيقول انا اقل المنتخبات المشاركه، انا ما عنديش خبره، انا عندي لاعبين جدد، انا في منتخبات كتير احسن مني، وده المرشح لللقب. مفيش مدرب بيخفف الضغوط عن لعيبته. يضرب العين، يضرب عن من الارجنتين. هذا السياسه اللي صارت الارجنتين بعد ما اخذت من السعوديه قالوا ما توصل بعيد اصلا، دور 16 ما توصل، وبالتالي الارجنتين اخذت كاس العالم. لا هو الماتش السعوديه فوق الارجنتين. نعم. يعني زي ما يكون واحد كان في سبات عميق وده جه دش بارد صحاه، فماتش السعوديه كان درس بليغ للمنتخب الارجنتين. اعتقد ان هو ده حفز اللاعبين وصحصحهم للبطوله بقيه الماتشات. طيب حسين خلينا نتطرق على الملاعب، يعني احنا اليوم حتى ما نفخس حق الملاعب، خصوصا ملعب المدينه الرياضيه. اليوم المدينه الرياضيه يجوز استاذ العوض ما يدري بالاشياء اللي موجوده هناك. لا انا رحت من برا بس ما دخلتش الملعب، انا رحت ملاعب التدريب. يعني وجود 8 فنادق اللي تخص 8 دول مشاركه، وجود ملعبين اساسيين، وبالتالي 4 ملاعب تدريبيه. يمكن ما شفنا هيك اشياء بباقي البلدان، ممكن شفنا مدينه رياضيه بس ما شفنا مدينه متكامله للخليج بالتحديد بهذا التصميم. يعني عمر تاسيس هذه المنشات منذ 10 سنوات تقريبا. نعم. يعني في زمن الاستاذ جاسم محمد جعفر وزير الشباب الرياضي، تحياتنا له، في 2010 تقريبا هي بدا وضع حجر الاساس لاغلب الملاعب العراقيه الحديثه، سواء كانت في الميناء او المدينه الرياضيه البصرة او ملعب كربلاء او ملعب النجف والكتوة عدد، والمدينه في مدينه الصدر وغيرها الكثير من الملاعب. هذه المنشات هي بنيت على الطراز الحديث، وبالتالي اخذت هذه الاعتبارات، استيعاب الجمهور، توفير منشات مرافقه، ملاعب تدريب، معارف سيارات، مسارح، مسابح، فنادق، ضيافه، مؤتمرات صحفيه، يعني كل القريه العصريه الرياضيه اذا جازت التسميه هي متوفره، وان اخذنا الوقت ولم نكمل بعضها، ولكن بالمحصله النهائيه ان شاء الله بعد بطوله الخليج حفزت المسؤول على ان يعمل بجديه اكثر من اجل ان يلبي شروط التنظيم، فضلا عن ذلك سيستمر العمل، وبالتالي اؤكد لك هذا لا ينعكس على البيئه الرياضيه فقط، سينعكس على البيئه الاجتماعيه والصحيه والامنيه والاستقرار والكثير الكثير من الخيرات التي أأمن عليها ان شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى في تحسين الوضع العراقي عام. ان شاء الله بالتوفيق. استاذ العوض، من المرشح لحصد اللقب؟ ابرز المرشحين، المرشح الفائز. لا صعب لنا، صعب لنا اقول لك مرشح الفائز، لكن اقول لك طرفي المباراه النهائيه. طرفي منو؟ مباراه الافتتاح. العراق عمان. استاذ حسين، فنيا نعم. كل الفرق مرشحه، تنظيميا العراق هو الفائز ان شاء الله. واحنا ما اعتقد تفائل الخليج الجميع، ماكو تفائل خاسر. ان شاء الله ان شاء الله عراقيه البطوله وانا عليها. طيب حسين، انا قبل الختام اهنيك في
فوزك والترشيح اللي تم من قبل جميع الزملاء الاعلاميين وفوزك في سفير الثقافه الرياضيه، وتستاهل هذا المنصب. الله يسلمك، شكرا لك وشكرا الى جميع اخوتي وزملائي المدربين واكاديميين واعلاميين واداريين وخبراء الذين رشحوني يوم امس، وان اكون سفيرا للثقافه الرياضيه العراقيه لعام 2023. نمتن لهم هذه المسؤوليه جديده، نسال الله ان يمكننا من ادائها بدور مشرف مليح بالعراق وباخوتنا العرب وكل وبالقطاع الرياضي والاعلامي بصوره عامه. الف مبروك استاذ حسين، وبالتوفيق دائما ان شاء الله. شكرا. انا اشكركم واتمنى لكم التوفيق واتمنى النجاح للبطوله، واشكر اللجنه المنظمه على كل حاجه جميله شفناها منذ وصولنا الى الان. اذا بالتالي شكر موصول لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وشكر ايضا موصول لاداره فندق مناوي باشا على رعايتها على هذه التغطيه وتوفير المكان. فبالتالي تحيه لكل العاملين بفندق مناوي باشا. بالختام نتمنى البطولة تكون عراقية، وأكيد هي ناجحة بهذا الزخم الجماهيري. في أمان الله.